السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كمان إن شاء الله حل كتاب المعاصر لأولى إعدادي الترم الأول العام الدراسي 2021-2022 صفحة 76. السؤال الأول: We know it is time for the next lesson. إحنا بنعرف الوقت بتاع الحصة التانية. When we hear the school not ringing، لما بنسمع إيه بيرن يبقى البيل الجرس. يبقى بنعرف الحصة التالية لما بنسمع الجرس. السؤال الثاني: You can know everything about countries, seas and rivers in. انت تقدر تعرف كل شيء عن الدول والبحار والانهار عن طريق مادة ايه؟ السوشيال ستاديز او السوشيال ستاديز اللي هي الدراسات الاجتماعية، الاجابة نمبر سي. السؤال الثالث: All the children in our school go to the school space when the head teacher wants to talk to us. يبقى الهول اللي هي بمعنى القاعة. يبقى كل الأطفال بيروحوا قاعة المدرسة لما المدير بيرود إنه يريد إنه يتكلم معاهم، يبقى الإجابة نمبر A هول، ولما مش بيكتب اللي هي الإجابة نمبر A. ودي الإجابة التانية بال نمبر 1 وسوشيال ستاديز أو سوشيال ستاديز، وبعد كده هول ده بمعنى قاعة. السؤال الرابع: Some people study space to make some shows. shows اللي هي عروض هنا، يبقى التلاميذ بيحبوا يدرسوا ايه عشان يعملوا عروض. لو عروض مسرحية يبقى الدراما، الإجابة نمبر دي. السؤال اللي بعد كده: At break في الفسحة I play games with my friends in the، أنا بلعب مباريات مع، يبقى البلاي جراوند اللي هي الملعب، الإجابة نمبر بي. بعد كده السؤال السادس: Space is the subject of how to learn numbers. هي مادة عن دراسة أو تعلم الأرقام، عفوا، تبقى الماس اللي هي الرياضيات، الإجابة نمبر بي. السؤال السابع: دينا نقط سويمينج on Thursday and Saturday. سويمينج اللي هي السباحة، يبقى جو سويمينج تذهب للسباحة، جو بتيجي مع الرياضات الآخرة ING. السؤال الثامن: On a not weekend I visit my grandmother. يبقى typical اللي بمعنى مثالي، يبقى في نهاية الأسبوع المثالي أو عطلة نهاية الأسبوع المثالية أنا بزور جدتي. السؤال التاسع: Can I look at the not to know the time of the English lesson. ممكن أبص في إيه عشان أشوف الدرس الإنجليزي، يبقى time table اللي هي جدول الحصص، الإجابة نمبر بي. صفحة 77. السؤال العاشر: I go to school at quarter نقط 7. يبقى أنا بروح المدرسة الساعة 7 إلا ربع، عشان تبقى إلا ربع بحط 2 اللي هي الإجابة نمبر بي. السؤال اللي بعد كده اللي هو الحداشر: How many lessons do students نقط every day at school. How many lessons يعني كم عدد الحصص اللي بياخدها الطالب كل يوم في المدرسة، يبقى half اللي الإجابة نمبر دي. السؤال اللي بعد كده: أحمد was born the 18th June 1985. أيام الشهر أو في التاريخ، في الأيام، في طالما في يوم في التاريخ يبقى أنا هحط حرف الجر أون، زيها زي أيام الأسبوع كده، أون بتيجي مع أيام الأسبوع وفي التاريخ مع الأيام. السؤال التلاتاشر: When I know at home I have my lunch. لما أصل البيت أنا بتغدى، يبقى get home الإجابة نمبر دي. السؤال بعد كده الـ14: سارة is good at social studies أو social studies، يبقى at جيدة في، سارة جيدة في دراسات اجتماعية. السؤال الـ15: منى was late، منى كانت متأخرة. she had to go to school نقط تاكسي، عشان كده كان لازم تروح المدرسة بالتاكسي. تاكسي في قبلها أداة نكرة، يبقى هنا هستبعد باي خالص، هي ان يا اون، تاكسي بتاخد اون، آسف يا ولاد بتاخد ان، قلنا كل المواصلات ما عدا تاكسي وكار، الإجابة نمبر دي. السؤال الـ16: My uncle not me to school yesterday. يبقى drove اللي هو وصلني، يبقى أنا عمي وصلني للمدرسة امبارح، وكده يبقى صفحة 77.